side, huh? Okay? Formula Four in the Cup of the Nations. The guys just need to get seat time and practice the corners and trimming out, feeling the boat and being able to fly it in the straightaway. They're doing a great job right now, and we're working on it for the race in Qatar in 2 weeks, and hopefully we can get a good result with the guys. هذا ثاني يوم بنبدأ فيه تمرين حق ال Cup of the Nation. والحمد لله مستفيدين منه. حتى لو عندنا يوم يومين نتمرن فيهن نستفيد اشياء وايده. هي عباره عن تمارين خفيفه كلوز كورس، ما فيها خطوط طويله، بحيث اننا نتعلم على الدخول على اللفه والطلوع منها. الحمد لله على كل حال، وبادرين جهدنا ان شاء الله عشان نحصل المركز. Okay, but when in the race you can't come out, so when it starts to get too much you push that button down. Cup of the Nation اللي هو سباق عبارة الفورمولا 2، هو السباق هذا يكون حق كل فريق قاربين، وهذيل القاربين يعطونك مروحتين وكلهن نفس السيت اب بدون باور ستيرنج مانيوال. يكون عليك ضغط كبير في اللفة، فيكون تبذل جهد كبير، ويعتمد ان السباق هذا كل النقاط عندك. سباق اللي هو الرئيسي، وعندك السباق دراج ريس، لكن كله يعتمد على النقاط. وتحدي كبير، ويكون كل المسابقين على مستوى واحد يحاولون يمسكون الشيء هذا، بحيث انه يصير تنافس قوي بينهم، فيطلع كلهم تقريبا نفس السرعات، نفس السيت اب، نفس التجهيزات. فهني تقدر تعرف عن طريق الخبره والسواقه والمقدره في التمكن مع الغاربه على السباق، وان شاء الله نشوف كيف التجهيزات بتكون في السباق.